الله تعالى وبركاته، إن شاء الله طيبين وسالمين في كل مكان على امتداد بس قناة الشروق الفضائية. صباح الشروق اليوم حكون معكم في هذه الحلقة. نتمنى نكون وفقنا أو نتوفق في كل ما عددناه من فقرات هذه الحلقة. نبدأ مشوارنا مع بعض بلحن وهنعود، ما تمشوا بعيد. حبيبي
أقرأ في بعدي أهوى في قربي أقرأ في بعدي وهو في قربي بشتاق زياد وأنا في البلد أنا بشتاق زياد أنا للبلد يا طويل عنا البلد زادتني شوق شوق ما له حد غربة طويل عنا البلد زادتني شوق ما له حد لما الحبيب غاب ابتعد صبري نفد ليلي صعب الجلد لكم التحية في كل مكان لكل من التحق بنا الآن لمتابعة صباح الشروق في هذا الصباح. لا يخفى على الجميع الفعالية الرياضية الكبيرة تمت مشاهدتها من خلال شاشات في العالم أجمع وكأس العالم. وانتهى كأس العالم بما أحب أنا حسك تحديدا يعني اللي هو فوز الأرجنتين بالكأس. وشكرا ميسي عليه كل ما فعلته، الكلام ده ممكن يزعج الناس لكن له في النهاية البقاء للأقوى والبقاء للألعاب. لكن ننقل طوال السودان ونجد الرياضة في السودان. طبعا هي النقلة شوية كبيرة لكن بالضرورة هو في النهاية يعني حنرجع للسودان. انتخابات المريخ وما أدراك ما انتخابات المريخ وما يحدث داخل نادي المريخ. وانا كل سعاده بان يكون معي الصحفي والكاتب الرياضي معاوي الجاك. معاوي السلامات، مرحبا بك، صباح الخير عليك وعلى كل متابعي الشروق. تسلم يا رب. الله يسلمك. ارجنتين فازت خلاص. ريت لو قلت انتهى بما احب انا بما احب اكثر يعني. بالضبط يعني وانا واضح في الموضوع. يمكن حتى غير المشجعين لمنتخب الارجنتين تعاطف يمكن مع ميسي بصوره كبيره جدا. صحيح، يعني الغالبية الكاسحة في العالم كانت بتتمنى إنه ميسي يكون خواتيم حياته يعني ياخذ كأس العالم. هو كان واضح في المسألة دي جدا. نعم، هو طبعا الناس كلها بتتكلم في المقارنات بين ميسي ومارادونا وبيلي في الأفضلية. طبعا ميسي عنده الأفضلية بعد ذاك ومتع الناس، لكن بيقول لك لكن ما عنده كأس عالم. نعم، يعني بالضبط. ميسي حقق كأس العالم. صحيح، يعني الآن أنا أفتكر ميسي هو الطب في تاريخ الكرة العالمية. صحيح، يعني امتع كل من يعشق كره القدم بحق. صحيح، يعني حتى اخواننا الريالاب نحن بنقول له ربنا يصبركم. بالضبط، يعني زازو حتى شديد. يعني حتى الغريمين، يعني انا حضرت تقريبا امبارح ولا اول امس كانت في قناه ما، قناه ارجنتينيه تحديدا. نعم، بيسالوا النجوم الكبار يعني من رونالدو لمنو انه افضل لاعب بالنسبه لك منو، فبقول ميسي. نعم، فهو ظاهره طبعا. انا يعني بقول لهم ميسي افضلته في الاستمراريه. يعني يمكن مارادونا ما استمر، حصل اشكالاته. صحيح، مع المخدرات. صحيح، يمكن في عادي بعيد جدا حتى شكل الكوره ما كان بالتكتيك العالي. امبارح جه خبر بمناسبه حاليا بيلي. ايوه غادر يعني. نعم، ميسي يمكن لعب في عهد الكوره يمكن اصبح التكتيك فيه عالي جدا يمكن. نلقى ميسي مرات مراقب باربع خمسه لاعبين. صحيح، بيكون دائما التركيز عليه وبيكون مفتاح اللعب بسبب المنتخب في برشلونه. يمكن دي خلت الافضليه عند ميسي. بعدها يمكن ميسي تميز في كل شيء، في التهديف، في صناعه الاهداف. صحيح، في البطولات مع برشلونه، مع كوبا امريكا، مع منتخب الارجنتين. في ميسي داخل الميدان ما اناني، حتى سلوكه ذاته يا مهذب، سلوكه جداً. عالي جدا. يمكن حتى غير في ناس ما بيشجعوا برشلونه لكن بيحبوا ميسي، يعني بيلعب كوره فقط. صحيح، كان خلق لكره القدم بتاع البشريه. صحيح، فقط. يمكن خلت الناس تحب ميسي بصوره كبيره جدا. حتى انا برشلونه قلت لك اخواننا الريال في ناس تعاطفوا مع ميسي بيحبوه يعني. ايوه بالضبط، كان البعض الاخر عنده راي ثاني، لكن دي حلاوه كره القدم يمكن. صحيح، نقول بصوره كبيره جدا. ونحن دائما بقول انا سعيد انه
حضرت عهد ميسي واستمتعت بفنيات ميسي. يا سلام. يعني يا سلام. بيجي زمان نحكي للناس عن ميسي بالضبط. الظاهره الكرويه اللي ممكن ما تتكرر خالص. بعدين اعتزل بكل احترام انه ياخذ اخر كاس واخر كوره. ونحن نتمنى انه ما يعتزل ميسي، نتمنى انه يكون موجود رغم انه امتعنا خلاص اخذ كل حاجه بطولات هذا مدى كرويه ما بعد ذاك يعني العمر كل شيء ده. ونعم بصوره كبيره جدا طبعا. ايوه العمر السيني نتمنى انه برضه نسهل الظاهره، لكن برضه يبقى ميسي هو الافضل. يعني رونالدو والنصر السعودي رايك شنو في العقد ده؟ والله طبعا الناس كانت بتستبعد بصوره كبيره جدا انه رونالدو يلعب في الدوري السعودي مع فريق النصر تحديدا. صحيح. انا طبعا هم ممكن العرض الضخم جدا له دور طبعا انه ميسي رونالدو اكيد بعد العمر على 38 سنه ما حيلقى العرض ده في اي نادي ثاني في العالم. صحيح. لكن انا بفتكر يمكن غيرت لي الصبغه دي انه النصر والكره السعوديه والسعوديه كدوله مستفيده بصوره كبيره جدا. صحيح. من وجود رونالدو. واكيد طبعا المبلغ الضخم ده يمكن نحن بنتابع انه في حوالي التيشيرتات بيعت بحوالي 63 مليون دولار. صحيح. الصبغه اذا كانت 200 مليون دولار. السعوديه برضه مستقبلا بتسعى للترويج من خلال رونالدو يكون سفير للترويج لتنظيم المملكة العربية السعودية لبطولة كأس العالم. صحيح. أنا أتحدث عن 2030. وعرفنا إنه الهلال السوداني حيواجه النصر السعودي في يوم من الأيام ورونالدو حيجي استاد الهلال. هو ما في النهاية النصر رونالدو جاي السعودية خلاص ممكن يواجه أي تيم بعد يعني هو لاعب النصر السعودي. يعني أنت نحن بنتعامل معه. أنت متخيل إنه رونالدو في استاد الهلال؟ والله أنا استبعد طبعا. استبعدنا حتى في البطولة العربية لو قلنا في البطولة العربية نحن بنشوف القرعة بتجنب الأندية السعودية تطلع مثلا خارج السعودية تمشي الدول الأفريقية في الدول العربية صورة كبيرة جدا. صحيح. دائما بتواجه الدول العربية في آسيا. نحن لاحظنا الحاجة دي يمكن حتى البطولة العربية قبل كم سنة شارك فيها المريخ مثلا المريخ واجه اللي يقول لك واجه الفريق من تونس. يعني الدول الأفرو عربية. صحيح. لكن الدول العربية بتقع في آسيا بتقابل بعض دائما. انت مستبعد انه رونالدو حيلعب في استاد الهلال؟ والله بستبعد ما اظن تجي مناسبة. النصر السعودي ما خلاص ما اظن تجي مناسبة يجي يلعب في السودان. نحن نتمنى يجي يلعب في السودان، نتمنى. رونالدو لاعب كبير، لاعب عنده قيمته. انا من انصار برشلونة كويس، لكن برضه يبقى رونالدو لاعب عنده قيمته ما في كلام. صحيح. نجم عالي برضه. انا دائما بقول رونالدو محظوظ انه لعب في دوري في ميسي وعنده معجبينه في الغريم في برشلونه في ميسي. هو حتى هو في نفسه قال الكلام ده. يعني قال انه لما سالوه اكبر نجم بالنسبه لك منه قال ميسي. ما في كلام. طيب نقلب الصفحه ونجي السودان. كويس. انتخابات المريخ اول شيء يقول عنها كلام مبدئيا فرشه كده. انا بفتكر دي الانتخابات المريخ طبعا جات في بعد معاناه اداريه كبيره جدا. المريخ عانى يمكن فتره ادم السدكال كانت فتره عصيبه خالص، فيها اشكالات اداريه ضخمه حصل فيها يمكن الحدث الاسوا في تاريخ المريخ يمكن منذ تاسيسه هو اغلاق القلعه الحمراء في وجه الجمهور. يعني فقدت طلعت من الخدمه تماما. طيب. يمكن طال خراب ضخم جدا. حتى اللحظة المريخ يمكن بنقول حايم بملاعب ولاية الخرطوم. صحيح. حتى على مستوى البطولة الأفريقية المريخ الموسم السابق شفناه بيلعب في القاهرة كل مبارياته. يمكن آخر مباراة لعب المريخ في استاده في نوفمبر 2019. يعني كانت تتخيل نحن في 2023 وجمهور المريخ يعني بعيد عن داره اللي تعود عليها، بعيد عن المدرجات، بعيد عن عبق استاد المريخ والاجواء المحيطه. يعني يمكن احنا بنشاهد زمان البطولات الافريقيه تحديدا الجمهور ده كان بيمارس طقوس جميله جدا كل دي فقدها. حتى على مستوى الدوري الممتاز يمكن احنا شاهدنا المريخ زي يسموه ملعب كوبر لمبارياته. نعم. الاشكالات الاداريه يمكن عملت مشاكل ما عاديه في المريخ، حتى يمكن أثرت على تماسك المجتمع المريخي بصورة كبيرة جدا. يعني الكمام بتاعت المعارضة كترت بصورة ما عادية. يمكن المريخ أنا دائما بقول لهم ضرب في نسيج الاجتماعي من خلال الإشكالات الإدارية اللي تمت في السنوات الأخيرة. الانتخابات بتعني أن الاستقرار الإداري في المريخ حيكون هو المسيطر الفترة الجاية إن شاء الله. حتم استعادة كل الحياة الفقد المريخ زي الاستاد الإصلاح فيه الآن بصورة كبيرة جدا. الجمهور حيرجع زي ما كان. رتق النسيج الاجتماعي يعني برضه افتكر ده من الملفات المهمه. صحيح. جدا المطلوبه من اهل المملكه كلهم انه يتواطوا عليه لم شمل بصوره كبيره جدا. يمكن ده كلها
اشكالات خلق الواقع الاداري المريض كان في الفتره السابقه يعني انتخابات امس الاول يمكن اقول لك وضعت حد انه في لجنه تسير في طعون في ايمن في حازم بطعن في لجنه الانتخابات سودكال صراعه مع اهل المريخ كل مره ماشي الفيفا كل مره جايين خطاب انتخابات يمكن تم فرزها فجر الامس وضعت حد فاصل للخلل الاداري داخل نادي المريخ اصبح في مجلس منتخب لاربع سنوات طيب يعني بعد ذا المجلس يكون ستاند باي ينزل خطوط الارض نتكلم عن الانتخابات شويه حتبدا 200 وحيكون شكلها كيف وحتكون وين هي طبعا كانت امس الاول في دار النادي هي بدات من الجمعه جمعه النصاب ما اكتمل معروف انه شكل النصاب في اليوم الاول 50% من العضويه بلس 1 ليه ما اكتمل في رايك؟ طبعا كان ممكن اقول لك تكتيكات من المجموعات المتنافسه بالضبط يوم الناس بتتكلم مثلا تكلم لك عن مجموعه ايمن بجيبان اللي فازت وكان عندها الغلبه في الاصوات او في العضويه اثرت انه ما تجي في اليوم الاول لانه بتفتكر انه يوم الجمعه ده كان في مليونيه في من ضمن مسارات شارع العرضه مقر غامه الانتخابات نعم. برضه كان بتفتكر انه يوم الجمعه معروف ان خصوصيه يوم الجمعه في السودان صحيح. المناسبات الاجتماعيه صحيح حركة يوم الناس. مسري يعني يوم مسري المقام الأول في بعد ذلك يمكن توقيت صلاة الجمعة مع زمن دخول أصحاب العضوية إلى خيمة الانتخابات يمكن لجنة الانتخابات حددت الزمن من 2 ل5 مساء طيب ده لدخول العضوية بعد ذلك حسرة وحال اكتمل النصاب تحس بأنه في حاجة ما تمام يعني في التوقيت وفي يعني كده وفعلا أنا أتفق معك تماما حتى يمكن الحاجة أنا كتبت عنها أيوة. إنه لجنة الانتخابات ما وفقت إطلاقا اختار اليوم لو كان اصلا ما في يعني قصد من اختيار اليوم ده بالضبط يعني برضه يمكن لك ان تتخيل انه مباراه القمه اللي قيمت يوم الخميس كان موعد الجمعه نفس يوم الانتخابات لكن الاتحاد العام قدم المباراه ليوم الخميس يمكن اقول لك يمكن انقذ لجنه الانتخابات من الحرج طيب. يعني كان حتكون في مباراه قمه يوم الخميس يوم الجمعه في يوم جمعه يوم الصلاه يوم حركه الناس اليوم الاجتماعي ده المليونية دي كلها يمكن انت في نفس اليوم ده انت حددت تاريخ لقيام جمعية عمومية يعني جمهور المريخ ده يمكن نحن من الساعات الأولى إلى الصباح مثلا طيلة ساعات نهار السبت إلى الساعات الأولى من فجر أمس الأحد يمكن الفرز انتهى 4 صباحا يعني لكن تخيل انت كان حرمت جمهور المريخ انه يساند صحيح فريقه في مباراة مهمة جدا في ديربي الخرطوم دي كلها يمكن كانت إشكالات أنا ما والله أنا يعني. تحديدا لو برا لجنة الانتخابات إن عندها قصد من اختيار هذا اليوم اليوم الثاني بحسب النظام الأساسي إنه تقام بالتلت كان يمكن 967 عضو طيب. لأنه عدد الأصوات الجمعية ككل 2889 الأصوات اليوم اللي مسبت طبعا قيمة الجمعية مجموعة أيام النبجيبين حشدت أنصارة من وقت مبكر جدا وبرضه في اللي يمكن الناس نحن بنسميهم زمان الفلوترز الناس اللي ما عندهم ما عضويه ما تابعين لجهه بصوره محدده ديل الواحد بيجي من بيته بخش صندوق الاقتراع بصوته مش ديل كلهم يمكن الغالبيه منهم كانت دعم لايمن بجيبين وده ظهر من خلال النتيجه الفوز الكاسح لايمن تحديدا يعني فوق الاصوات اللي حققها على منافسه يمكن 3 اضعاف الاصوات اللي حققها حازم مصطفى الرئيس السابق لنادي المريخ دي طيب نجي ذاته لفكرة الانتخابات دي اللي هو كونه تيم بحجم المريخ يقيم انتخابات دي ذاتها مش يعني بدأت تخش علينا ثقافة جديدة يعني انه يكون في انتخابات ويكون في ديمقراطية ويكون في انه عشاق المريخ او غيرهم يرشحوا من يشاءوا يعني هو طبعا يمكن هو تمرين يمكن نقول تمرين ديمقراطي كان سخن جدا الناس كلها بتتكلم نحن كنا داخل الخيمة الناس كلها بتتكلم عن انه بتتمنى انه التمرين الانتخابي ده اللي كان في نادي المريخ يعم كل القطاعات في السودان خاصة القطاع السياسي ده جايك له ده محور كامل كويس انا جايك له لكن كده المريخ ذاته كونه يتطور بالطريقة دي ايوه طبعا نحن طبعا تعودنا دائما يمكن اخر انتخابات الناس نسيت يمكن كانت انتخابات اللي اتت بالله خدم سودكار في 2018 قبل ما كان في انتخابات يمكن قريبة دائما المريخ بيدار بلجان التسيير طبعا لجان التسيير دائما ما بتلقى المساحه والزمن اللي بتقدر تنزل فيها المشاريع اللي بتخدم المريخ لارض الواقع يعني انت دائما مثلا فترتك بتكون كلجان التسيير شهرين مرات يمدوا لك ثاني شهرين 6 شهور ما بتقدر
صحيح تعمل اللي عايزه. وبرضه في مشاكل بتواجه لجان التسيير انك ما بتقدر بعدك تنجز مشاريع ضخمه لانك انت لجنه التسيير مكلف لملفات معينه، اداره طيب. النشاط الرياضي هو اهتمام بفريق الكوره، اهتمام بملف انه تقام جمعيه عموميه، لكن انت مجلس منتخب لاربع سنوات انت عندك مطلق الشرعيه انه باسم المريخ توقع عقود ممكن تكون ضخمه جدا تؤثر في مسيره المريخ، تشكل نقطه تحول، يعني اي قرار ممكن تتخذه انت مفوض تفويض كامل صحيح لو انت جيت عبر الانتخابات. انت طيب طيب الميزه في لانه انا ما بقي لي كثير من الزمن، ممكن نصغي ده على السياسه لانه قبل شوي انت لمحت لانه كون يكون في ديمقراطيه في تيم كبير زي ده في فريق المريخ او تيم المريخ بالتحديد، ممكن نصغي ده على السياسه شوي. والله إن يكون في انتخابات والله بلومنايات يعني. يا محمد وانه المريخ هو كان عنده يعني قصب السبق يعني بلومنايات يمكن نسقط هذا على السياسه، لكن بالواقع انا للاسف الكبير احنا الوضع السياسي والسياسيين عموما ما عودون انهم كرياضيين، هذا ممكن حتى احنا المقوله الشهيره بتاعت خلي اخلاقك رياضيه. اهل الرياضه يختلفوا عن السياسه بمراحل كثيره جدا، يمكن سنوات ضوئيه الفارق. السياسه يمكن بيصلوا في الخلافات مرحله تكسير العظام بصوره كبيره جدا. طبعا نحن بنتمنى هي امنيات زي ما بقول لك، نحن بنتمنى تنتقل للواقع السياسي، لكنها بتستبعد بصوره كبيره جدا انه الاخوه في السياسه يمارسوا نفس الممارسه الديمقراطيه بصوره المطلوبه وبعدك يتم قبول الاخر. نحن يمكن ايمن الجبين فاز، الاخ حازم مصطفى دون تدوين على صفحته يعني هنى المجموعه الفازت وقال هو حيدعمها بصوره كبيره جدا واتمنى لها التوفيق. يعني الروح المطلوبه يعني ايوه ده المكان مرشح لرئاسه النادي المجموعه المنافسه، لكن ده في السياسه نحن ما عندنا للاسف الكبير. نحن بنتمنى انه السياسيين يحذوا حذو الرياضيين، وخاصه ما تم في استاد المريخ مثلا امس الاول، ويمكن حتى اللي تم ده يمكن اقول لك في ظروف يمكن بالغه عقيد على المستوى مستوى المشهد في السودان عموما. اخر سؤال نعم، الهلال رفض ان المريخ يلعب في ملعب. والله طبعا الهلال في البدايه كان وافق في 30 ثانيه وافق، لكن للاسف كان وافق في البدايه وعدا تراجع، حتى يمكن تراجع عليه الناس لسه ما عارفه الحاصل شنو. وللاسف الكبير يمكن انا اقول لك في 2009 المريخ فتح استاد للهلال بدون اي شروط. صحيح كويس، وجمهور الهلال حطم 6600 مقعد، ويمكن تم قدر الخسائر ب 550 الف دولار. صحيح وكان معاه سياج برضه الكراسي. المريخ حتى اللحظه ما لحق الهلال لتزيد هذا المبلغ. الان الهلال يشترط على المريخ، وانا اقول يمكن بعزيه للاداره الان المزوله من اداره الهلال، وانا افتكر انها اقل قامه من الهلال، هي نادي كبير لكن صحيح. للاسف الكبير بيدار بمجموعه هي اقل منه، ما عارفه قيمه الهلال، ما عارفه قيمته في المجتمع السوداني، ما عارفه قيمه المريخ يلعب في السودان شنو. كارثة. الحاجه دي يمكن اقول لك هي مدخل لمحاربه خطاب الكراهيه اللي استشرى بصوره كبيره جدا في المجتمع السوداني عموما. صحيح. والرياضي، لكن للاسف الكبير كل التقديرات دي كانت خاطئه منه ورفضوا انه المريخ يلعب. استاذنا معاوية جاك الكاتب الصحفي والرياضي المطبوع، انا شاكر لك جدا انك كنت معي. شكرا هذه الفرقه يا اخي. شكرا شكرا لك شديد. فاصل ونعود، خليكم قاعدين ما تمشوا بعيد. لكل من يلتحق بنا الآن لمتابعة صباح الشروق لهذا الصباح الاثنين. ضيفي الثاني وهو ضيف من الأهمية بمكان، لأن الموضوع ذاته من الأهمية بمكان، النساء والنساء وقضايا السلام، ودي واحد من المحاور المهمة جدا في بناء دولة تقوم على 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 الشراكة بيننا وبين النساء بشكل أو بآخر. النساء وقضايا السلام، لأنه أكثر من يعاني من الحرب أو من الحروب هم النساء وهم الأطفال. أنا سعيد بعد قليل أن يكون معي أستاذ سامي علي حمزة ضيفة في صباح الشروق.
حباب النيل حباب الغابة، مرحبتين بلدنا حبابة. حباب النيل حباب الغابة، يا بلدنا نحن حبابة، نهوى عديلة نرضى.
شابات جميعتنا وبنت من جميع ما بدينا الآن صباح الشروق مستمر معاكم المرأة والسلام. المرأة وما أدراك ما المرأة، المرأة المنتجة، المرأة إذا وظفت أو تم توظيف جهدها وتم توظيف قدراتها بالضرورة هي شريك وهي مساهمة، مساهمة مباشرة في قضايا السلام، في قضايا الديمقراطية، وفي قضايا حتى حياتنا العامة. يعني أنا سعيد جدا بأنه يكون معي أستاذة سامية علي حمزة معي في صباح الشروق. مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ. شكرا لكم وشكرا للشروق وشكرا لكل المشاهدين اللي بتابعونا. شكرا لكم. تسلم يا رب. الله يخليك. في بيان كبير. أول شيء أنا بخصص جزء كبير يعني من الحوار ده للبيان. البيان اللي عملتوه أنتم منو اللي عملتوه بمشاركة مع منو كده؟ طيب البيان هو اسمه البيان النسوي. بداية أنا حابة حرفيا أنه أشكر كل القائمين على البيان ده وعلى كل المجموعات وعلى كل السيدات اللي اجتهدوا جدا، سيدات ورجال برضو كانوا مشاركين في إخراج البيان ده. البيان بشكل مختصر هو عبارة عن مطالب وحقوق النساء اللي من الطبيعي في دولة مفترض تكون ساعية لنحو التغيير أنه يكون خدت في بالها أنه المطالب دي تتحقق ولو حتى على المدى الطويل، لكن نبدأه من هسي ونشتغل عليه للفترة الجاية. البيان النسوي مشارك يعني هي مبادرة طلعت من صيحة، شبكة صيحة، بمشاركة من مجموعات نسوية كثيرة ومنظمات مجتمع مدني وأجسام نسوية سياسية وأجسام اجتماعية، كلها يعني عشان هدف أساسي اللي هو عايزين كيف نوحد الأجندة النسوية وإنه يكون على الأقل عندنا حد أدنى لمطالب النساء، سواء كانت في الخرطوم أو كانت في الولايات أو كان في مناطق النزاعات، بحيث إنه كل القضايا دي إنها هي توضع على طاولة متخذي القرار وإنهم هم يعينوا قدر شنو إن النساء محتاجين لتفاصيل كثيرة. إحنا قسمناها لمحاور، في منها المبادئ والقيم اللي إحنا بنرتكز عليها، بعد كده عندنا محاور برضو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية برضو تكلمنا عن. ليه البيان في الوقت ده بالتحديد؟ التوقيت يعني هل هو تأخر ولا البيان ده مفترض؟ أنا أفتكر إنه هو ما اتأخر، يعني هو ده تتويج لجهود بتاعت نساء كتار جدا كانوا شغالين عن يعني في العمل العام. لكن بالنسبة لي إنه هي دي ما سدرت المنتهى برضو، لكن كونه إنه يكون في توحد حول منديت محدد أو بيان محدد كل النساء يكونوا متفقين حوله، كلهم متفقين حول البنود اللي بيتكلم عنها البيان، فأنا بالنسبة لي دي خطوة متقدمة جدا. عارفين إنه الحركة النسوية هي من الحركة النسوية السودانية هي قديمة جدا يعني على مستوى أفريقيا، لكن جه الوقت اللي هو فعليا تكون في أجندة واضحة للنساء ورؤية واضحة يتم إدراجها، يعني سواء كان في مؤسسات الدولة، سواء كان في الأجسام السياسية أو كانت الأجسام المدنية كلها، بحيث إنه ما يكون الكلام عن مطالب النساء هو كلام للكسب السياسي فقط أو ناتج عن عدم معرفة. الآن وده كان السؤال الجاي اللي هو في المبادئ أنا طرحت على البيان طبعا. أيوة. هو بيان يعني شوية عاوز صبر عشان تقراه يعني. صحيح صحيح. وكده يعني المشاركة النسوية بشكل عام على المستوى الاجتماعي والسياسي وحتى إيفن الرياضي حتى إيفن الحياة والاقتصادي بشكل عام، كده نتكلم عن البند ده شوية. طيب هو الوضع بتاع النساء عموما هو ما بنقدر نفصله انه القضايا السياسيه دي هي منفصله عن القضايا الاقتصاديه او هي منفصله عن القضايا الاجتماعيه، وهي كلها بتتداخل مع بعضها
ففي النهاية بتنتج معوقات وتحديات قاعد تقيف قصاد النساء في إنهم هم لو حتى عايزين يشتغلوا عمل خاص، هم عايزين يشتغلوا شغل بتاع ريادة الأعمال، عايزين يحسنوا دخولهم الشخصية، عايزين يشتغلوا عمل سياسي، عايزين يشتغلوا عمل رياضي. لو لاحظت الأزات والمجال الرياضي قد يكون خالدة يعني ما عدا أسماء محددة في المجال الرياضي، ولكن أنا بالنسبة لي هسي حصلت يعني نقلة كبيرة جدا، يعني في نساء كتار اقتحموا مجالات كانت صعب جدا في الماضي إنه يتم اقتحامها، لكن بتعتبر هي تجارب شخصية يعني ما نقدر نسقطها أو نعممها على بقية النساء في كافة ربع السودان يعني. طيب. فالمرأة في الخرطوم ما هي المرأة يعني وسط الخرطوم، ما زي هامش الخرطوم مثلا أو في الولايات، وكلهم عندهم قضاياهم وكلهم عندهم احتياجاتهم، وأنا بالنسبة لي ما في احتياج هو أقل من احتياج. يعني الحريات الفردية والشخصية دي احتياجات ناس ما بنقلل منها مقابل مثلا احتياجات تانية بتخص العيش الكريم والخدمات زي التعليم والصحة وهكذا. ففي الحركة النسوية يعني إلى حد ما حاليا بيتم تقبل المطالب بتاعت النساء دي بشكل يعني اي مجموعه او اي مدرسه نسويه عارفه انه هي يعني اهدافها شنو مثلا او تصوراتها شنو، لكن في النهايه الكل يحترم احتياجات الكل وهكذا. طيب نخش لجوه شويه. ايوه يا زي ما يقولوا السوديب يعني. أوكي. المراه والسلام، المراه والحرب، النازحات. يس. تحديدا النازحات. صحيح. وانا مصر جدا ركز على المساله. صحيح. على النقطه دي على الجنديده يعني. يعني النازحات من الحروب. صحيح. الناجيات من الحروب. صحيح. وزي ما قلت انا في بدايه تقديمي لك انه الحروب اكثر ناس بيعانوا منها النساء والاطفال. صحيح. الدور شنو الحكومه تجاه النساء دي الناجيات من الحروب نزحوا. صحيح. وشالين طفلين ثلاثه يعني. صح. يعني عطفا على انه النساء هم الاكثر تضررا من الحروبات، هم النساء ذاتهم اسلحه للحروب. يعني في واحده من النزاعات او في بعض النزاعات في بعض المناطق هم كانوا قاعد يتم استخدامهم لكسر شوكه المجموعات الاخرى، يعني بيتم زي الحكامات مثلا الحكامات كان عندهم يعني في جزء منهم ادوارهم ايجابيه وفي جزء منهم. صحيح. كان ادوارهم كانوا بيزيد النزاعات. في برضو النساء تم استخدامهم في الحروبات دي، كانت في قبائل بيتم اجتياح القرى بتاعتها واغتصاب نساء بغرض يعني كسر القبيلة المعينة أو المكون حسب الثقافة العامة طبعا. بالضبط كده. هو كسرت بيتم من خلال زوجتك أو من خلال أمك أو من خلال أختك. ما هو دائما شرف الأسرة بيتم وضعه. صحيح. يعني مسؤولية على عاتق. صحيح. على عاتق النساء. نعم. يعني في النهاية ما هو الغلط غلط، وبيتم مفترض اللي بيغلط بيتم محاسبته بغض النظر عن هو رجل أو امرأة، لكن دائما بنلقى إنه القضايا اللي بتخص النساء دائما العقوبات بتاعتها بتصل حد الموت. يعني أي خطأ بترتكبه البنات أو السيدات قاعد تكون العقوبة شاملة الأسرة كلها. يعني بيتم إدخال المجتمع كله في الأخطاء دي. لكن بالمجمل إنه يعني أنا قاعد أشوف إنه النساء حتى في مناطق الحروبات والنزاعات هم شالوا سلاح. هم شالوا سلاح. صحيح. هم قادرات ياخدوا حقوقهم وكده، لكن بالعرف يعني أو حتى بتربيتنا بجزء من تربيتنا وتقاليدنا وعاداتنا النساء دائما بيميلوا للسلم أكثر من العنف. طبعا. بيميلوا أكثر للحلول الحوارية السلمية. صحيح. والحوارية وهكذا. رغم إنه كلامكم كثير لكن ما هو الكلام الكثير ده عشان يجنبك الحتة بتاعت العنف، يعني ما بيكون. صحيح. اللجوء للعنف بالضبط كده. صحيح. فاستخدامهم للحروبات دي خلت انهم هم فعليا مفترض يكونوا المستفيدين من عملية السلام والأمن. لكن للأسف دائما عمليات التفاوض وعمليات البروسيس اللي بتتم قبل عملية بناء السلام واستتباب السلام قاعد يكونوا النساء يعني خارج العملية دي، ما قاعد يكونوا مشاركين وقاعد يكونوا التحدث بلسانهم. في المنافستو اللي احنا بنتكلم عنه هسه حاليا انه لا، افترض النساء حتى لو كان في مشاورات سلام قادمه افترض النساء هم يكونوا انفولف في هم يتكلموا عن احتياجاتهم. طيب ما يتم الكلام كويس. عشان احنا برضو نكون عمليين جدا. نعم. طيب في نساء نازحات.
تعرضوا للاغتصابات في مناطق الكونفليكت تحديدا مناطق الحروب وكده وحوامل صحيح وولدوا صحيح كيف تتصرف هي دي واحده من الجرائم اللي تعتبر ضد الانسانيه ومسكوت عنها هي دي حرفيا جرائم ضد الانسانيه باعتبار انه اللي بيتم اغتصابهم بيكونوا في يعني اول حاجه ما في خدمات صحية قاعد تتقدم بشكل المطلوب للضحايا الخدمات دائما قاعد تكون قاصرة المغتصبات تحديدا يعني المراكز العاملة على يعني تأهيل الضحايا بسيطة جدا في السودان وهي مفترضة كان تكون مسؤولية الحكومة مباشرة طبعاً. لكن للأسف يعني الحاجة دي ما قاعد تتم بشكل المطلوب الحاجة الثانية هم ذاتهم يعني بيكونوا بين نارين بين إنهم هم تم اغتصابهم من مجموعات معتدية عليهم طيب. فبعد ذاك المسألة بتاعت الناتج يعني الأطفال الناتجين عن عن العملية دي الأمهات ذاتهم بيكونوا في صراع نفسي كبير بين إنهم دي الأطفالهم بين إنهم هم دي هم أطفالهم لكن في النهاية هم النتيجة لعملية بتاعت انتهاك كبيرة جدا في جزء منهم يعني فكر في الانتحار في جزء منهم فكر في الإجهاض في جزء منهم تم يعني نفيهم من أسرهم يعني حرفيا ضحايا الاغتصاب دائما بيتم لوم الضحية أكثر من الجاني يعني ودائما قاعد يتم الاتهام النساء بانهم هم السبب اصلا في العمليه بتاعت سواء كان التحرش او الاغتصاب او الاعتداء بشكل عموما ويتم ردها لانه يا مثلا هي لابسه كيف مثلا او كانت ماشيه وين او طلعت من وين او كلها تفاصيل بيتم اقحامها بطريقه تخلي الجاني انه هو يفلت حتى من العقاب حتى في القانون إثبات الاغتصاب ما مفترض يكون على الضحية مفترض أصلا يكون على الجاني هو يثبت عدم عدم ارتكابه للانتهاك ده ولكن دائما حاليا بيتم يعني إدانة الضحية إدانة الضحية سواء كان مجتمعيا قانونيا يعني. بالضبط كده قانونيا أو اجتماعيا أو هكذا المشاركات طيب بشكل عام يعني مرات كده خارج النص يعني مرات يعني بعض الرجال أنا ما أقول كلهم بحسوا بأنه المنظمات الشبيهة بصيحة والمنظمة أنت فيها أنكم أنتم أعداء للرجال وأنه أنتم بتكرهوا الرجال أنتم عاوزين العالم ده عبارة عن النساء وماذا أي رجال طبعا هو فعلا احنا بنسمع كثير جدا من الـ من الـ من التنمر وانا بالنسبه لي دي واحده من ادوات المقاومه لعمليه التغيير المفترض تحصل او التغيير الحتمي اللي حيحصل انا بالنسبه لي واثقه تماما انه هو حيحصل التغيير ده حتى لو كان بطيء او على فترات طويله لكن هو في حرفيا يعني الحركه النسويه ابدا هي ما ضد الرجال ولا هي تعتبر الرجال هم اعداء لها لكن المعروف انه نحن ضد العقليه الذكوريه العقليه الذكوريه دي اذا خديناها بين قوسين هي العقليه اللي بتتحكم في حياتنا وفي تفاصيلنا اليوميه في تفاصيلنا السياسيه الاقتصاديه هي بتعمل الدساتير هي اللي بتعمل القوانين هي اللي بتعمل السياسات وهكذا العقليه دي هي ما حاملينها رجال فقط حاملينها رجال ونساء يعني احنا العقليه الذكوريه دي ما رجال بس هي يعني عقلية حاملينها نساء ورجال وبذات القدر في مجموعات نحن بنقول عليهم النسويين أو النسويات هم دول برضو في رجال ونساء هم مؤمنين فعلا بأنه يكون في عدالة وفي مساواة حقيقية نوعية في المجتمع لكن زي ما قلت أنه الحركة النسوية ذاتها فيها يعني حصل لها مد جزري كثير يعني في كان خطابات فعلا كانت مستعدية رجال بعينهم لكن يعني عنيفة كانت أجريسيف جدا فعلا وكانت بتعتبر انه فعلا العدو هو الرجل لكن هي انا بالنسبة لي هي المدارس النسوية مدارس كثيرة جدا وما في من كان يقدر يقول المجموعة دي نسوية او ما نسوية ما بنقدر يعني نلغي الصفة دي لكن في النهاية الهدف مشترك انه يا اخي تحسين وضعية النساء وانه يكون في وضع افضل انا بالنسبة لي اللي بيستخدموا الأداة بتاعت
صدمة المجتمع أو اللي هم عايزين يشتغلوا على تغيير بطيء، هم الاثنين بيخدموا هدف واحد لكن بتختلف آلياتهم بعد كده. هم كلهم بيشتغلوا ضد عقلية قاعدة تسيطر بشكل أو بآخر، وفيها رجال ونساء زي ما قلت. سامي على حمزة، شكرا. شكرا لك كثير. شكرا لك. شكرا أنا لك. والله سعيد بك جدا، وسعيد بالحوار الواضح والصريح ده. شكرا جزيلا. وسعيد بأنه هبشنا نقاط مسكوت عنها. ودي يعني دي فرشه لحوارات جايه ان شاء الله نتكلم فيها بكل الوضوح والشفافيه. والله بس اخر توصيه بالنسبه لي لكم انتم كاعلاميين، يا ريت يعني تاخذوا يعني كنصيحه انه يعني قضايا النساء حرفيا محتاجه لكم جدا. صحيح. محتاجه لانه انتم فعلا ذاتكم تفهموا التعقيدات الحاصله فيها، تفهموا قدر شنو في خطوات اتعملت وتعرضوها لنا، يعني احنا بحاولي عشان كده انا كنت في حوجه لكم كنت حريص انك تيجي لي. شكرا جزيلا. عشان كده انا كنت مزعجك بالتليفون لازم أيوة تيجي. صحيح. شكرا جزيلا. عشان كده شكرا جزيلا. بدايه يس شاكر لك المبادره واتمنى انها تستمر يعني. يديك العافيه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا استاذ سامي على حمزه. شكرا. ده كل ما أتاح لنا الزمن في صباح الشروق لهذا اليوم. هنتلاقى ثاني يوم الأربعاء إن شاء الله في مواضيع جديدة وفقرات جديدة على صباح الشروق. خلوا بالكم من روحكم. السلام عليكم.